كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل ساعات من توجه فريق النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان حريص انه يكون متواجد النهارده يدي رسائل دعم، وده عهدنا دايما بالدكتور اشرف صبحي. دكتور برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. اعتقد زياره مضمونها رسائل كتير جدا لفريق النادي الاهلي قبل التوجه والسفر الى المشاركه في كاس العالم للانديه بقطر. طبعا لازم النهارده نكون موجودين. النادي الاهلي بيمثل مصر كلها، يعني بطولة العالم للأندية وكأس العالم للأندية ده حدث كبير جدا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، إن شاء الله يبذلوا أقصى جهد. ودي كانت الرسالة اللي موجودة في الحقيقة أنا وكابتن الخطيب النهاردة مع الفريق، أنتوا بتمثلوا مصر ودينا مثال كمان بالجهد الكبير جدا لمنتخب مصر الهاندبول، وإن هم ما كانش عندهم أي رهبة لأن هم بيقابلوا بطل العالم الدنمارك وبذلوا كل جهد. نفس الحالة يعني ولادنا في نادي الأهلي، أنتوا بتمثلوا مصر وبتمثلوا نادي الأهلي، إن شاء الله مفيش رهبة لأي مقابلة لأي نادي. أنت هتبذل كل الجهد اللي أنت المفروض تبذله قدامك بلدك، أنت يعني إن شاء الله هتمثلها خير تمثيل، والتوفيق بيجي في الاخر بتاع ربنا. فكان لازم ندي الرساله اللي موجوده وقبل سفرهم وتواصل مع كابتن الخطيب ان احنا نكون موجودين معاهم النهارده، ان شاء الله يكون رساله ايجابيه جيده. احنا قبل كده سافرنا لهم في نهائي افريقيا في تونس عشان دايما نقول لاولادنا المنتخبات والفرق اللي بتمثل مصر في كل المحافل الافريقيه او الدوليه بلدكم وراكم، لان انتم بتمثلوا بلدكم في يعني رياضيين وفي ناس كتير بتشجعكم، وانتم كمان بتعملوا نموذج للشباب اللي دايما القياده السياسيه تقول الشباب المصري والرياضه والبذل الجهد شيء مهم جدا، ان تغييركم وتغيير العمل زي ايقاع الدوله المصريه في التطوير وفي كل حاجه. عايز اخد من كلام حضرتك وكلام القياده السياسيه والتويته للمعالي الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري على الرغم من الخروج ومن دور الثمانيه، ولكن كانت رساله مش لمنتخب اليد، هي رساله لكل مصري ولكل رياضي مجتهد. طبعا احنا ما خرجناش دور الثمانيه، احنا دخلنا دور الثمانيه والفرق يعني بتطلع بترتيب النقاط، احنا الحمد لله سابع يعني، لكن الاداء اللي اديناه عمرنا ما شفنا في الهاندبول يحصل اكسترا تايم ثم بيناليتيز، وولادنا ما فيش حتى احساس بتعب او ارهاق، مكمل لغايه الاخر مع فريق زي اللي موجود. علشان كده دي الرساله الثانيه من فخامه الرئيس للهاندبول وللبطوله ولتشجيع ولاد مصر ومنتخبات مصر، عشان هم ادوا بروح وادوا مش عايز اقول روح قتاليه لكن روح كبيره جدا علشان يعني بلده وقلبه كده مع بلده. فطبعا احنا بنفتخر وبنعتز بهذه التويته وهذه الرساله اللي فخامه الرئيس قالها للشباب المصري والرياضيين المصريين مجسده في منتخب مصر الهاندبول. اشرف صبحي لا يتوانى عن بذل اي جهد وايصال رساله دعم سواء للانديه للمنتخبات، ايضا يعني افتتاحات كتير جدا بتشهدها الرياضه المصريه، طفره بتشهدها الرياضه المصريه على مستوى البطولات على مستوى الانشاءات في وجود الدكتور اشرف صبحي. الحمد لله ده بيتماشى مع التخطيط العام للدولة المصرية بتعمله من وجود فخامة الرئيس برؤية تطوير الدولة المصرية، من وجود دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى في الحقيقة معانا وهذا التكامل مع الوزراء. فبالتالي القطاع الرياضة والقطاع الشبابي نبذل فيه جهد كبير جدا علشان نكون موازين لنفس تقدم وتطوير اللي بيتم في الدولة المصرية. البنية الأساسية الرياضية الحمد لله لازم يكون فيها طفرة وهتكون فيها طفرة مستمرة. البنية المعرفية والثقافية لأولادنا الرياضيين، كمان بنية الشباب ومنظومة الشباب اللي بنتكامل فيها مع كل جهد بيتم في الوزارات في الأكاديمية الوطنية للشباب، يعني احنا بنتكامل برؤية وزارة الشباب والرياضة اللي لازم تكون مع كل شباب مصر في مراكز الشباب والأحياء وفي كل مكان. ده بيتأتى من خلال رؤية علمية واستراتيجية، لكن بيكون عندنا قدرة على تطبيقها وليس بس الرؤية الاستراتيجية.
اخيرا معالي الدكتور، حديث ما بين الدكتور اشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب ومتابع الجزء من المران، يعني ابرز الامور اللي دار فيها الحديث، ويعني حضرتك قلت رسائل كتير، وشايف القرعه ازاي مواجهه النادي الاهلي الدحيل ثم الفائز من هذه المباراه يواجه فريق البايرن ميونخ الالماني؟ ان احنا يعني ما بنخافش وما نقلقش، الفريق يعني الحمد لله قوامه كبير جدا، الفرق اللي موجوده حتى لو في فرق بتبني عشان البطوله، احنا عندنا استمراريه، الدوري بتاعنا مستمر، المنتخبات اللي موجوده، فبالتالي كل الفرص المواتيه للفريق كانت الحمد لله، فدي رساله للاعبين، وبنتكلم برضو في شان العام الرياضي يعني. انا اللي بشكركم، متشكرين جدا، متشكرين. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي كان حريص إن هو يكون متواجد اليوم في المران الأخير لفريق النادي الأهلي بجوار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتوصيل أكثر من رسالة دعم ومساندة لفريق النادي الأهلي قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر. كل التوفيق وكل الشكر للدكتور أشرف صبحي، وكل التوفيق لفريق النادي الأهلي بمشيئة الله.